طب يا جدعان مقلب البان رجع ومش شبه اي مقلب بان يا جدعان. دلوقتي يا جدعان في اخر تحدي من انا وسلامه قال لي اديك الاكونت لو كسبتني وكسبته، لقيته يا جدعان كبر دماغه ليا انا ورش وسافر يصيف. فساعتها فكرت انتقم من سلامه ازاي واللي هو مقلب البان. بس طبعا حطيت في بالي ان ممكن سلامه يكون شاف الفيديوهات بتاعت مقلب البان، عشان كده النهارده يا جدعان عملنا مقلب البان فكره مختلفه. يا جدعان عاملين ايه؟ معاكم هنصلوا فيديو جديد. اول حاجه عايزينكم نصلي على سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. تاني حاجه بقى يا زميلي مقلب البان رجع. المقلب ده يا جدعان كنا بنعمله من فتره اللي ما حضرهوش في كام يوتيوبر صاحبي وكده، فعملت النهارده مقلب البان في سلامه وردت فعله حكايه يا جدعان. فمش عايز اقول لك يا زميلي في المقدمه، ولو انت مش لايك ولو انت مش مشترك يا زميلي انزل اعمل شيك حاجه وفعل الجرس عشان تخش هنا تبقى اخويا وحبيبي ويلا بينا. طب يا جدعان وقبل ما ابدا المقلب قلت السلامه اللي احنا هنصور فيديو عادي عشان ما يشكش انه مقلب. استحمل رش كل يوم يقول لي انا شيء انا ماشي نجم بابجي. قول له اخويا صانع محتوى، صانع محتوى اعلى من من نجم بابجي. يعني ايه نجم بابجي؟ ما النجوم ياما. الله امصله انا عايزك تحط الحته دي بالفيديو. يا جدعان انا بوجه رساله لشركه بابجي، بما ان امصله شريك بابجي فبيتفرجوا على فيديوهاته. ارجوكوا اسحبوا اللقب من رش. والله يا جدعان شقها على سلامه يا جدعان بيكبرها. ارجوكوا ارجوك يا بابجي اسحب اللقب من رش. يا دلوقتي رش يكبرها يا اسطى يقعد ضحك. انت متخاف يكبرها عليا؟ عليك بس كده يا رب اطلع الاول على الاربعه عشان تشوف. طب يبقى لسه ما راحتش الافكار. نو يا اسطى حر. حر يا لهوي. احضانه غاليه اول اليوم بي. ايوه ودي خده. لا يا ناس اول ما نزل من الطياره اتفنش يا اسطى. تنوك وتفنش يا عيني. مش عارف اللي على الشمال ده ممكن يبقى هود ما بيتحركش. سكور وعايش. سلام معاك على السطح. واحد في الاوضه تقريبا. واحد على السطح جاب صح؟ الجاب تقريبا. ممكن الجاب. تفنش ده نوك ده كل على طول. باشا انت مش هو باشا. تعال بص على العيال دي. رومانيت ده. دي نيت. والله كنت عارف حبيبي يا غالي. يا ابن اللعيبة. اهم حاجة فنشته. اهم حاجة اللي فنشته. انت لو ما كنتش فنشته كنت هتجيب التالت. بص طيب باكستانيين. باكستاني هاي برو. لا هو يبطل والاتنين طالعة سلام. هاي برو نمبر 3. ايوه نمبر 3. هاي برو نمبر برو. هاي نمبر 3. تكسي نايم معزم فوري قارني بورني نمبر 3. طلع هو كمان نمبر 3. جيب مي يور سوت. جيب مي يور سوت ريليز نمبر 3. ايه يا زميل؟ كم كله؟ ايوه ده اسكندراني زيك. ايوه لا مش انا. لا اسكندراني انا. منين من اسكندريه يا زميل؟ ايوه انزل انزل له سيدي بشر عامله على ايه؟ يا عم طلع تنزل فين؟ انزله منظره. اسكندريه يا جدعان. اسكول ايه يا جدعان؟ اسكول ايه؟ رقم 4 انت مش عاجبني. مش عاجبني ولا شكلك طفل بو. طالع تلعب تقييم يعني بتلعب كمبره؟ لا ما بلعبش كمبره. انزل انا ما تخافش كده اكيد مش توصل كونكر يعني يا اسطى بالكمبره. بص بالله عليك انزل تعال واجه واجه علي. معانا سكواد حضن 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 امصله. في سلاح ولا مدنا؟ ايش عرفتك؟ ادات السلاح. اديله اديله اديله. يا روان ابلع يا روان ابلع يا روان. قلت انت بتصل. بابا ايه يا جدعان ده؟ ايه يا جدعان يا اسطى؟ اسمع يا اسطى الواحد بيتكرر عندي 500 مره. صل بالك. ايوه ده سايبر. سايبر اسبيدي.
ده سايبر ده سايبر رقم 3 رقم 3 انت سايبر رقم 4 بما انك بتقيم ما تجيب السلاح ما تجيب السلاح احنا نقتل ايوه استنى خليك انت بتقيم انت بتقيم نقتل ونجيب لك نجيب لك الوين مش انت عايز الوين هات سلاح رقم 4 كان ضرب منين بقى يا جدعان هطلق ماشي هطلق واديك طلقه خد هطلق 5 انت هتشغل دماغك 5 ايه ميدي استعموا يا رجالة ايه انطلو افضل مراقبه فاهم انت بودي جارد يا اسطى افضل حط عليه السكوب عدي يا ساتر يا رب الرندر صندوق ازميلي صندوق ازميلي هات ال 100 طلقه اللي انت دفعتها مني كده خد طاش 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 من هناك طلع نبش دول 6 غربلونا دول اصلا دول اقوى 6 قزم عربيه سكواد 4 وربنا اورك ابويا هناك اهو اسمه مصلى الحق يلا ده 50 ايوه 50 يا جابي يابا احلى مسا عليك حبيبي يا زميلي ده صوته يا اسطى ده صوته يا دين امي انا بحبك قوي حبيبي يا اسطى والله ايه ده يا جدعان في عربيه راحت على البيت الكبيره تعالوا معايا ارجع خلي بالك لا 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 انت سامع معاك بيبسيهات عصاير مشروبات فنشوا فين في الاوبن في الاوبن قدامي بس ما تطلعش فنشوا فيها عيال جت بروش اسطى اعلى معايا فيرست معايا فيرست تعالى هو كم واحد مش عارف والله يا زميلي ده في ناس في البيت اوعى تطلع جبت واحد عالبايز يا اسطى عالبايز يا اسطى عالبايز يا عم عالبايز يا عم والله عالبايز يخرب بيت ام الحاس يا عم اصلا انا جايلك سكه ودغري بس بدون زعل نبيل اخدت بنت سنه انت كان جد؟ اسطى بهزر ما تفتح الاكونت وشوف هو عادي لو فجرنا واحد صح؟ بنلقص في البتاعه دي بص يا معلم طول الفيديو الدنيا كانت عامله ازاي؟ تعالى اوريك بص يا زميلي هنا كانت لفه عاديه بالاكونت انت فاهم لما بقول له رش لف هنا لف صباح الليله الليله يا مسلو جنب العربيه بص لفه اهو جنب العربيه جبت الاول بس كده بس فهمني هنا بقى عايز انت القصة بقى في دور فوق ده طلع منين بقى يا اسطى انا عايزك انا دخلت أيوة. انا دخلت ضربت هنا أيوة. هنا حلو حلو ده طلع منين بقى ايوه صح ده طلع منين مش المهم نكملها معلم يبقى نوك ورا في حوضه غباوه هيبقى فوق مش عارف سوا مع اصحابه والله عبده 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 الجلانت والله جلانت كبير حاجات عاديه انت فاهم يا صاحبي انا بقى جينا هنا قام ده جابني بص بالله كده الفلوس خدت ازاي شغال بالالي بالالي يا اسطى فاهم انت بالالي فنش 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 انت بقى رش بقى يا معلم جاب العيان ده العيان ده برضو جاب حلو يا معلم ولا ده طلع هيك عشان بص نزلت وجابني برضو كده الاخير برضو جبته يا معلم عادي سكواد بس يا معلم ودينا عادي تمشي بص يا اسطى الكمبره دي تعال لا هاتوا على كتفك
بنعذبنا معلم وفضل الدنيا تمشي تمام. اوريك بس الفيديو ماشي ازاي عشان ايه عاش اي حاجه طلع يطلع مقلب ولا جاي بص هنا بص بقى انا عايزك تشوف ده عايزك تشوف بقى السايبر ده ضربته ودمشته يوسف راجل جدع ايوه معايا يا جدعان كل ده يا جدعان في ايه يا نهار اسود يا جدعان في ايه وحده الله مش كده بص بقى معلم الغدر بقى عشان بقول لك احنا مش هنتحالف تاني ليه ده هناك هناك بس هناك يا اسطى اخر واحد اسطى بس يا اسطى وبلا لبكسلك الذين يغدروا فاهم انت كان غاد والله هنا بقى جبنا العيال دي بص بقى دي حاجه انا مش عارف جبتها ازاي بص دي سبب البان يعني لا بص لازم تتفرج بس ايه رولك جاب كفر طب انا دخلت كفر وده جات له نت فاهم انت قلنا اف 15 لا اف 15 في اكونتي لا بص والله هتصدق انا كنتش عارف مكانه بص لعبتها عند الباب دب دب فعلا يا انت هنا قعدنا ندب استنى كده رجع لي الاسم ده كده عشان ده ستريمر انا عارفه صاحبي سوري نوب ده كان معانا في اس ام بي لا ده مصري بس خلاص لا جمال ده انا جبته قبل كده عمال طم هنا بقى اخلاص ابوس ايدك يا عم ما افهمك بس هنا بقى يا معلم جبت لي الورقه ده هنا بقى يا معلم ما جاتش معايا عايز تحالف مع ده مش عايز تحالف مع ده قتل ده وتحالف جاب قال لي معانا بقى يا معلم قتل ده طب تقتلوش يا عم ليه قتل زميلك ليه يا عم ايوه اديله صح ايوه فجرناها لو رش سيبه يفجرك وبنده اللي عمال يصيح ده استنى يا مصر استنى تعال استنى يا مصر والله العظيم انت محتاج تبنده اصلا هو يقف في وقتها ثواني يا مصر انا هفقعه بس رش الفهمان عشان هو يفقعه وانا ما يحصلليش حاجه يلا وقفني عادي اوسع فهمان رش يلا اديني عمرك شفت انت استهلكت يوتيوبرز توكسيك للدرجات انا مش فاهمها والله عمرك شفت يوتيوبر توكسيك اللي هو فاهم انت هيفجر ويعمل هنا يا معلم بص عملت لقطه بس وقت تاني بص دب لعيبه جبت بادي قعدت هنا يا معلم هنا بص جات لي بقى تغيير فصل البيانات ده امسلو بعد ما الجيم خلص امسلو انا عايزك بص انا عايزك تفتح حتى الاكونت امسلو وانا مش هكمل امسلو الاكونت إيه؟ مش بتاعي انت عارف يا صاحبي ما طب ما هو انت اخدته منك والله هعمل فيديو طب الاكونت مش بتاعي ولا ده بتاعي بتاع مين يا صلاح ايوه انا واخده ايجار عشان ما عنديش اكونت طب افتح لي شير سكرين كده وقبل ما سلامه يفتح الاكونت يا جدعان كنا مغيرين عليه الباص انا ورش يا اسطى كل حاجه بس الله يخرب بيتك يا صاحبي خد الاكونت بتاعي يا عم انت في ايه يا عم انا معايا الاكونت ده كده معايا الاكونت ده بس مش مشكله في كده انا هاخده ده خلي بالك هاخده بس حوار روسيا ده تتفك وهاخد ثمنه كام يا اسطى 20 دولار هو راسل اسد اغلى حاجه لا 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 انت تعرفش الاكونت ده بس لازم افتح بي بي ان عشان اسال يا عم الحلاق روسي طيب ثلاثة هو ما قالكش والله ما قال لي ما قالكش اللي الاكونت اخد والله ما قال لي يا نهار اسود انت انا كل ده مفكرك بتهزر بهزر امسلم ما تهزرش عم مش عارف اكتب كلمه السر يا اسطى طب انا بعد ما الشحن اللي انا واخده الاكونت الكبير يخلص هلعب بايه يا صاحبي جيب لك راس اكونت اسد انا عايز اكونت في راس اسد عايز تاخد اكونت خد يا زميلي مش حوار ايه ده طب مش قادر يفتح اصلا 5 minutes later رو ايوه ايوه يا اسطى ما تبنتش خلصان الله يحرقك يا ام سلو الله يحرقك يا ام سلو احلك انت انت ايه احلك انت كنت عارف ايه كنت بس انت عيل مستفز الصراحه اكلمك واقول لك هات الاكونت تقول لي بصيف انا عايز افهم حاجه عايز ده انا كان نفسي يكون الحلاق قاعد يلا يا اسطى اقسم بالله يلا هو النمره اللي كانت هتحصل فيك اقسم بالله بص انا مش عايز اقول لك الاكونت اصلا بص لا استنى اتاكد لحظه تكون مديني اكونت تاني يا عم راس الاسد ايه راس الاسد الحمد لله الحمد لله الله يحرقك بقول لك ايه يا امسلو اخسروني انت ورش عشان اتعبت الله واحد عمال يذلني بستار بابجي والتاني بيعمل فيها مقلب وانا تعبت يا جدعان انا ماشي
يا عم احنا كونتنت.